بقول ايه؟ ان لما ينزل البلاء مات ابن لي 4 سنوات اسمه أويس، مات من يومين ثلاثة. فبقول ايه؟ الحمد لله. وبقول ايه؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا واخلفنا خيرا منه. والحمد لله راضي، لكن تعبان، حاسس بألم في غصة هنا من جوه، واجعني قلبي، أنا قلبي بيوجعني. أنا ما بقولش الكلام ده، أنا بقول بس عشان نتعلم، أنا بتعلم أنا وأنتوا مع بعض. بنتعلم إيه؟ إن إحساسي هو أنا الظاهر أهو بقول الحمد لله، والظاهر أهو بقول إنا لله وإنا إليه راجعون، والظاهر أهو بقول أنا راضي الحمد لله رب العالمين، وعمال أقول لنفسي في نفسي يا عم ما تعديها، أنت عاملها مشكلة ليه؟ عيل ومات والحمد لله ربنا رزقك غيره معاك، ما انتش محروم، فيها ايه؟ عادي، مش عايزه تعدي، وجعاني هنا. طيب كلمه ابن قيم اللي هي دي بقى ايه؟ ان احساسي ان ربنا شايف ده، الالم ده ربنا شايفه في قلبي، مزعلني من نفسي. هي دي اللي هي حته ايه؟ وكلما اشتدت هذه المراقبة أوجبت له الحياء. أنا مكسوف قوي من ربنا، كنت أتمنى أن أبقى في مقام الشكر. لك الحمد والشكر، لك الشكر يا رب أنك أنعمت علي أنك خدته. لكن مع العصرة دي اللي موجودة بلخبط؟ لا، الشاهد ايه بس؟ السكينة لما تنزل على القلب بتمحو هذه المرارة وتضيع هذه العصرة وتشرح هذا الصدر وتفرد هذا القلب اللهم أنزل سكينة علينا.